بس كل اللي بعرفه انه اللي بيحب انسان لازم يضحي من شانه. رضينا بالهم والهم مش راضي فينا. يا خالتي بدها تكمل بالقضية حتى ولو ضحت فيي. وطي صوتك وصلوا. ما بعرف شو في براسها، وأنا وضعي صار دقيق وحرج. إن شاء الله تكون ارتحت شوي. ما بعرف كيف بدي كفي المشوار. شو كنتي شاردة يا رضينا؟ بالطبيعة والمي. في بيني وبينهم الحكايات. روحي غيري ثيابك، صار لازم نمشي. مثل العادة. ليه شو صار؟ ما في شيء. تفضل تفضل يا ابني، تفضل تفضل. اهلا وسهلا فيك. رودينا. رؤي يا بنتي رؤي. انا طلبت على التليفون، لقيت الخط مشغول، طلعت دقيت على الباب، ما حدا فتح لي. مشغل فكري، فتحت بالمفتاح اللي معي، لقيتها واقعه على الارض والسماعه بايدها. بس الحمد لله هلا ارتاحت. رودينا مش سامعه؟ صدقني أنا مش خايفة يا جهاد، بس ما حبيت سبب لكم أي إحراج. ألو. أهلا يا مها. بعتي لي الملفين مع سعيد. لا لا أنا بكرة بالمكتب. إيه ومين ما اتصل قولي له أنا بكرة موجودة. مع السلامة. ماشي مع السلامة. صدقيني أنا. قولي لي بالأول أنت مين؟ وهون بيت مين؟ أنت مين بدك؟ أنت طلبتينا، يعني لازم بالأول تعرفي على نفسك. مين شواد يا حبيبتي؟ دمك خفيف. أنا عارفة مين اللي قال لي تسأل علي. قولي له غادة ما بتحب الأولاد المايعة. غادة؟ أهلا غادة، أختي منى رحت لعندك. باي.
وجوال عم يمزح معك. بتعرفوا حتى معناها. صباح الخير. صباح النور سميرة دياب. اهلا وسهلا. جهاد عبد الله خطيب الاستاذي. ارجوكم يا جماعه ما بدنا نضيع وقت بشكوك ما لها دخل بالخطر مهدد حياه رودينا. شو بتسمي تصرفاتك؟ غيري على حياه رودينا؟ سوري حابين تضيع وقت عن شرح يمكن ما اعرف اشرحه. رودينا صديقه الطفوله وبتربطني فيها مشاعر يمكن هالايام ما حدا رح يقدر يفهمها. اذا هي قولي لها سميره دياب بدها تشوفها ضروري. رودينا؟ نعم هيدا لأولادي يا مدام وأنا مش طرطور. أنا مش ذنبي يا جهاد. هي ما بتحب تحمل مشاكلها لحدا. هي بغرورها عم تقتل كل جمالها بدها تغير الكون وتقلب كل المقاييس. أكيد يا ابني خايفة عليكم. آه خايفة علينا. مرا خايفة على رجال من رجال. شو تغيرت دورة الحياة؟ ما تقلبها فقوية يا جهاد. هن ناس زعران وأنتم مين يعني نحن؟ ما توخذني يا جهاد، إذا بدي استثنيك ما بقدر استثني غيرك. بعد رجال بزمن الحديد والنار. شفت رامي؟ ما بدي اسمع ولا كلمة عن جوزك. روح اشوفها هالمسكينة شو صاير فيها، مش وقت عرض عضلات هلا. ودلني على سميرة دياب. قلبي حسسني إنه إلى إيد باللعبة. يا أمي أنا قلت لك كيف مع الاستاذ فادي وعم بيسال وخذ منه موعد بكره الساعه 10. غلط يا ربيع. قبل ما نفكر بغلط بكره خلونا نصلح غلط اليوم. انا قلبي عم بيغلي يا خالتي. كل اللي لازم نعمله عملناه. سميره طلعت بنت خي وهي اكدت لنا. اكدت لكم الكم وصدقتوها بس نحن ما صدقناها. من فضلك يا ربيع قدامنا وقت قبل ما نخلي القصه على كل لسان. من فضلك يا امي من فضلكم كلكم رودينا بنت خالته انا اولى مسؤوليتها. ما حدا يزيد على حدا. دخيلكم 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 هلا تسمعتم. اطمني يا امي الدواء عطاه الدكتور حتى لا تسمعوا ولا تقشع وهيك بيكونوا صاروا اثنين بوضه لا بيسمعوا ولا بيقشعوا ونحن عم نلف وندور وكل واحد منا بده يعمل وكيل امرهم والغيور على مصلحتهم. عم تقصدي لعلي يا ربيع؟ لكل واحد بلف وبيدور حول الحقيقه وبالاخر بيطلع بكذب وبيصدق ابناء القاض. بفهم من كلامك انه عم تحملنا لنا مسؤوليه اللي صار معك. ما تفهموا الا انه قصتها ما رح تنحل على ذوق حدا. سمعت يا رودينا. ماما فادي فارس خطيب بنت الفحشة. خطيب بنتك يا استاذي حبيبتي يا ماما.